ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي 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 كتير 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 صح؟ صح. النهارده يا جماعه انا جاي كده جايه ارد على شويه كومنت سلبيه، يعني او كومنتات سلبيه انتوا كتبتوها لي في اخر فيديو اللي هو بتاع قصه حب قيسي وليلى عمر وغزل. تمام. اوكي بصوا يا جماعه، بقى عايزه اقول لكم حاجه قبل ما نخش في الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك شير لايك وشير كومنت وسجلوا واشتركوا مع اي احلى وصلوها مليون مشترك عشان لا انت مش بتنسي، انت بتهزري، انت ما قصده صح؟ لا قصده لا قصده لا قصده قصده بس قصده بس ما بقى بسنا. بصوا يا جماعه ما انسى، انا عارفه. بصوا يا جماعه بقى، طبعا اهم حاجه تسوش تعملوا لايكات كتير كومنتات فعلا تقدروا تشتركوا في القناه، واهم حاجه طبعا تعملوا لنا يعني ايه وتعملوا كمان فولو انستجرام بتاعنا. بصوا يا جماعه حطوا لايك، حطوا اهم حاجه لايك للفيديو طبعا. بصوا يا جماعه اول حاجه عايز اتكلم معاكم فيها ان الكومنت، كميه الكومنت السلبيه اللي جت لي كتير جدا جدا جدا. انت مش عارفه تربي بنتك ازاي، بتربيها على كده ازاي، بتعلمي بنتك كده ازاي، مش خايفه على بنتك، ما ينفعش ان هم مثلا يتكلموا مع بعض، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. في كومنت يعني كومنتات بسيطه جدا هي اللي كانت ايجابيه، او كانت اللي هي شافت الفيديو للاخر، الناس اللي شافت الفيديو للاخر هي اللي عرفت الرد بتاعي او عرفت ايه رايي في الموضوع وانا بتعامل مع الموضوع ازاي. صح يا غزوله؟ صح صح. بصوا يا جماعه ارجعوا للفيديو وشوفوا انا قلت في اخر الفيديو. زوزو قلت لك ايه في اخر الفيديو؟ الموضوع ده ايوه مش هيحصل تاني، وعمر ده مش هيكون موجود تاني. تمام. ولا هتكلمي تاني. تمام. وايه كمان؟ ونصيحه كمان. بصوا يا جماعه انا قلت لها يا غزل ان ده هزار، مفيش حاجه جد طبعا، ما تاخديش الموضوع في دماغك او تحطيش الموضوع في دماغك، وعمر ده زي اخوك يزن، واحنا كمان صغيرين يا جماعه بالظبط، احنا اطفال لما نكبر نعمل اللي احنا عايزينه. لا مش تعملي اللي انت عايزاه. ايوه لا بس لما تكبري هتتخطبي وتحبي خطيبك وتتجوزيه وتعيشوا مع بعض، صح ولا مش صح؟ صح. بس ف لما تكبري يعني اللي هو بعد ما تخلصي دراسه، مش لما تكبري يعني تبقي حبه صغنانين، لما لا. تكبري خالص ماشي. بس فهو ده اللي انا رديت عليه على غزل، او اللي انتوا ما سمعتوش كلكم لاخر الفيديو، او اللي انتوا كلكم ما شفتوش لاخر الفيديو. بس والله العظيم لو انتوا ركزتوا في الفيديو كويس جدا هتعرفوا وتركزوا وتشوفوا ان انا اصلا الموضوع حتى وانا بتكلم معاهم بضحك، يعني مش عاطيه الموضوع اهميه. وبعدين يعني يا جماعه دول اطفال، اطفال يعني صغيرين، كبرهم مثلا يعملوا ايه؟ زي ما هم بيعملوا مثلا عادي، ما تصوريش مع ده مثلا، ما ينفعش تكلمي ده مثلا، مثلا مثلا احط صورته على الموبايل، هي تحط صورته على الموبايل، دي يعني حاجات يعني بجد حاجات ايه بريئه، حاجات بتطلع ببراءه، او حاجات مثلا ما يعني بتعملي كده حاجات بريئه، يعني حاجات يعني بتطلع من طفل بريء، يعني ما فيش في دماغه حاجه غلط او ما فيش حاجه في دماغه حاجه وحشه. تمام. وكلنا واحنا صغيرين كانت ماما بتقول لنا كده، او بس احنا مثلا واحنا صغيرين مثلا كان ايه ما ينفعش، احنا كان عندنا واحنا صغيرين لحد دلوقتي مثلا، لحد دلوقتي ما ينفعش تكلمي ولد غريب، ما ينفعش تكلمي راجل غريب، ما ينفعش مثلا تتكلمي مع حد، ما ينفعش مثلا ايه مثلا ما لناش علاقه بحد احنا طول عمرنا، يعني في يعني اصلا في حياتنا احنا ما لناش علاقه بحد، يعني ما لناش صحاب على قد كده، او صحابنا مثلا هم من ايام المدرسه مثلا، بنتكلم كل فين وفين مثلا على الواتساب او على يعني على التليفون قليل جدا، فاحنا اصلا ما لناش صحاب، ما لناش خروج، ما بنخرجش مع حد، ما بنجيش مع حد. فدي حياتنا فعلا، احنا حياتنا احنا يعني مرتبطين بالعيله، هي دي حياتنا، لكن ما لناش في صحوبيه وان احنا نروح ونيجي مع حد والكلام ده كله، احنا ما عندناش كده. بس فانا طبعا هربي بنتي زي ما انا اتربيت، ماشي في حاجات شويه ان انا هغيرها، او شويه ان انا مش عايزه اعملها، او في حاجات عايزه اغيرها شويه، مثلا ان هي مثلا عادي مثلا لو كانت في المدرسه تكلم صاحبها عادي في المدرسه، او اللي هو زميلها في المدرسه عادي، دي حاجه عاديه. احنا بالنسبه لنا كان ممنوع، احنا بالنسبه لنا كان ممنوع ان احنا نتكلم حد، او مثلا اللي هو مثلا زميلي في المدرسه او صاحبي في المدرسه، لا ممنوع ما ينفعش، غلط، لا مش غلط، عادي ان هو تكلمه مثلا صحاب اصدقاء اخوات، عادي الموضوع بالنسبه لنا عادي، لكن ما فيش حاجه بتبقى احنا صغيرين اطفال يا جماعه،
يعني ما فيش اصلا في دماغنا حاجه هتبقى يعني وحشه او حاجه غلط. تمام، احنا طبعاً طول عمرنا كده بس. فطبعا انا هربي بنتي على كده بتفرقه شويه حاجات صغيره، ان انا عايزه مثلا ايه، بتغيير مثلا الزمن، بتغيير الحياه، بتغيير مثلا كل حاجه. دلوقتي مثلا التليفون والموبايل قعدته معاني طول النهار على اليوتيوب وعلى التيك توك غصب عننا. بمسك التليفون باوقات معينه بس برضو لما بتديها لهم بتبقى ببقى حريصه جدا على الحاجات لما بيشوفوها، وببقى عارفه بيشوفوا ايه وبينزلوا العاب ايه وكل ده، بشوف كل حاجه هما بيعملوها. انا هعمل كل لعبه يا خرابي. انت عارفين لما شفت التليفون كم لعبه عندها؟ العاب كتير. هتصدموا بس هي عندها بتنزل العاب كتير. فمثلا كل لعبه بتجربها وتقعد تلعبها شويه، عجبتهاش تمسح. تمام، بس حتى على التيك توك مثلا، او تيجي مثلا يا مامي شايفيه مثلا في حاجات على التيك توك، كلنا بنبقى عارفين ان في حاجات بتيجي على التيك توك مش كويسه خالص، او مش كويسه، بس في حاجات في فيديوز كده احنا ممكن احنا ما نخليش ولادنا، مش عايزين ولادنا تشوفها. يا جماعه انا لما بشوفها بشعر على طول اي حاجه اوريها مامي. او شايف؟ ايوه بالظبط صح كده. بس وانا عودتها، انا قلت لها مثلا ايه، مش يعني مش كل شويه هفضل ان انا اراقبها على التليفون او ان انا اعمل كده. قلت لها لا، انا واثقه ان غزل مثلا لو شافت حاجه، حتى ماما كانت بتقعد معايا وبتشوف انا بتفرج على حاجه عيب او لا. صح، بس لما انا بشوف حاجه عيب والله ما شايف. انا عارفه، انا واثقه في كده، وانا عارفه انت بتعملي كده. واحنا يا جماعه صغيرين اصلا مش هينفع نعمله ايه اللي احنا بنحبه بعض وكده، لا مثلا ايه اللي احنا مثلا ايه بنحبوش بعض، اللي احنا مثلا ايه اخوات واصحاب. اصحاب يعني بيجيش الكلمات دي. بنيجي نصور مع بعض عادي، بنتبسط، بنضحك، بنهزر، بنصور، تمام. لكن الحاجات التانية وتحط الصورة على التليفون ايه؟ بفعل. ممنوع. لما انتوا تكبروا اعملوا تاني. ايوه، لما تكبري تتخطبي وتتجوزي اعملي اللي انت عايزاه. تمام، صح ولا مش صح؟ صح. بس فكنت عايزه اقول لكم على حاجه، كنت عايزه اكمل يعني الكلام. فاحنا لازم نكون رقابه 24 ساعه على اولادنا على طول، ودي وده طبيعي. بس مش مجرد ان احنا نحرمهم من حاجه وان احنا نخليهم محرومين من حاجه، كل اللي هم عايزين نعملوه وكل اللي هم عايزين يتفرجوا عليه يتفرجوا عليه عادي، بس برضه يكون في رقابه مننا. وده اللي انا بعمله والله العظيم مع غزل في اي حاجه على طول. لازم غزل بتعملي ايه؟ طب ماما مثلا، بصي يا ماما انا شفت ايه، على طول يا اشيل مثلا اعمل بلوك او اعمل حظر مثلا للبيج دي او لل يا جماعه في ناس على تيك توك او انفولو يعني للتيك توك او حاجه على التيك توك او حاجه على اليوتيوب مثلا، او لا اعمل لها مثلا بلوك او كده. بس تقولي خلاص يا مامي، ولا حتى لو طلعت لي تاني وفعلا بتعمل كده انا ببقى ملاحظاها ان هي لو طلعت لا بتشيلها على طول، بتعديها كانها ما شافتهاش فعلا، وانا واثقه في غزل ان هي بتعمل كده. يا جماعة انا لما ناس ايه، في ناس على تيك توك بيقولوا اعملوا فولو والانستجرام فولو واكسبلور واكسبلور في حاجه ثانيه ايه هي تحتهم دي؟ ما اعرفش والله، بعرفهم بيقولوا ايه، دوس عليه هتلاقوا حاجات كده، فتدوس عليها هتنزلها لكم عندكم في الفيديوهات او عندكم في الحاجه اللي انتوا بتحطوها، يعني لما مصوروا حاجه بتحطها بعدين يعني ملخص الكلام ماشي. فالناس ايه بيقعد على تيك توك حطوا لايك، بحط لايك، بقول يا ماما حط لايك، قبل ما احط بقول لها يا ماما حط او لا. يعني مثلا قبل ما تعمل حاجه مامي ده احط له لايك ولا لا؟ احط له مثلا عادي، عايزه تحطي لايك حطي عادي براحتك. لا بس انا ما بحطش لحد لايك. لا عادي، ما احنا مثلا عادي، ما احنا حتى على اليوتيوب مثلا نتفرج على فيديو او حاجه عادي، الفيديو عجبنا بنحط لايك، ما عجبنيش عادي خلاص. لكن بس حاجه ايه ما عملناش لايك، لا حاجه عجباني ما عملناها لايك. صح كده، صح كده. بس يا جماعه ده ردي على الاسئله او على الكومنتس اللي جات لي امبارح على الفيديو. لو انتوا شفتوا دخلتوا شفتوا الفيديو بتاع امبارح، هتخشوا ان انا هتلاقيني عامله تثبيت لتعليق معين. انتوا شوفوا الفيديو يا جماعه، لو شفتوا الفيديو للاخر يا جماعه مش هتحكموا على اي الحكم ده. وشكرا ليها والله، انا مش فاكره فعلا الاسم، شكرا ليكي جدا. هتلاقوا التثبيت بتاعها معلق، هتلاقيه في اول التثبيتات في الفيديو بتاع اللي فات اللي هو قصه حب عمر وغزل. بس يا جماعه فده كان فيديو ملخص للي انا عايزه اقوله لكم كله. طبعا انا في واحده كاتبه طبعا ايه يا جماعه، عارفه يعني الاصول ومتربيه صح، ومش عمرها مش هتربي بنتها على حاجه كده. لا انا عادي، انا بنتي يعني انا هي اصلا عارفه ان مش تعمل حاجه غلط. تيتو يا
خلوهم على العسل. يا جماعه بس في ناس على تيك توك بيعملوا حاجه عيب، ماشي بيروحوا طولك طبعا لا لعيب. طبعا ما احنا عارفين العيب خلاص بنشيله اصلا كاننا مش شايفينه، صح ولا مش صح؟ لما نشوف حاجه عيب بشيلها، ماما عودتني على اي حاجه عيب بشيلها صح، او عيب اكتر من كده صح كده. بس كده يا جماعه ده ملخص انا كنت عايزه اقوله لكم، وردي على الكومنتس اللي جات لي سلبيه ان عيب وما يصحش وانت بتعملي كده غلط ومش عارفه ايه. لا لو انت شفتوا الفيديو يا جماعه تاني للاخر هتعرفوا ان انا كنت بتكلم صح، وان انا اصلا مش راضيه، مش راضيني ان بنتي تفضل تقول بحبك والحب والكلام ده كله. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده، مش ما عندناش الكلام ده، بس لسه صغيرين. ويا جماعه ماما اصلا ما بتعملش كده ولا بتخليني اصلا انا اعمل كده، صح فاهمين؟ صح حسن والله. بس يا جماعه ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم تنسوش تعملوا لايك شير كم. فعلوا زر الجرس ايه احلى صلاه للمليون، ويلا بينا باي.